الفترات اللي فاتت مصر كان عندها مشاكل كتير مع المستثمرين، ودلوقتي الحكومة بقى عندها توجه جديد علشان تحل المشاكل اللي موجودة بقالها سنين. يا ترى الحكومة هتعمل ايه علشان تحل مشاكل الضرائب، وازاي هتزود مواردها المالية من الضرائب؟ خليكم معنا وهتعرفوا التفاصيل. قلنا لحضراتكم كتير هنا في فانكير ان القيادة السياسية وجهت الحكومة بحل كل مشاكل المستثمرين وانهاء المشاكل اللي موجودة بقالها سنين. والسؤال، ايه اللي عملته الحكومة في الفترة دي علشان تحل مشاكل المستثمرين؟ احمد كوجك وزير المالية قال ان الدولة اخذت اجراءات كتيرة جدا للتيسير على المستثمرين والممولين وحل اي اشكاليات قائمة بهدف تبسيط الاجراءات. واحد من الاجراءات دي تبسيط واستقرار السياسات الضريبية، وقال انه هيتم طرح استراتيجية السياسات الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية شهر ديسمبر اللي جاي، وهدفنا وأولوياتنا الاستقرار إنه يكون واضح والمستثمرين يعرفوا السياسة الضريبية ويقدروا يخططوا لمشروعاتهم. وزير المالية كمل كلامه وقال إن الفترة اللي جاية هيتم تقديم حزمة حوافز جديدة للحوار المجتمعي في مجال الضريبة العقارية لتبسيط وتسهيل الإجراءات وتسهيل السداد الإلكتروني بدون أي تعقيد، وأول حزمة هتكون لتسهيل وتيسير المنظومة الجمركية للحفاظ على الوقت والتكلفة وتوفير الأعباء، ده غير تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب. وزير المالية قال كمان إن هيكون في تعاون بين وزارتي المالية والاستثمار، وده في إطار توجه الحكومة للتنسيق والتعاون بين المجموعة الاقتصادية، والهدف الأساسي من التعاون ده هيكون بهدف توحيد كل الرسوم والإجراءات والتكاليف اللي بتصدر أحياناً من جهات مختلفة للتيسير على المستثمر وتخفيض الأعباء وتوحيد جهة التحصيل. المالية حالياً شغالة بكل قوة علشان تخلص قانون إنهاء المنازعات الضريبية، واللي بيهدف أيضاً للتيسير على الممولين وتخفيف الأعباء، وتتيح فرصة لحل ودي لكل النزاعات اللي موجودة في كل المراحل سواء داخل وزارة المالية أو مصلحة الضرائب أو ساحات المحاكم، ويسمح بحل عدد كبير جداً من النزاعات. وزير المالية قال إن الحكومة هدفها في الوقت الحالي إنها تقفل كل القديم علشان تركز على الجديد والمشاكل ما تتكررش مرة تانية، وده لمصلحة الممول والدولة. وفي الفترة اللي جاية الحكومة هتبسط ضريبة القيمة المضافة، وهيكون في تعديل تشريعي للنقطة دي، ده غير إن هيتم رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة علشان توصل لـ 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه. وإن الوزارة حالياً بتستهدف زيادة نظام الرأي المسبق علشان أي مستثمر جديد يقدر ياخد رأي فني في مصلحة الضرائب في وقت التخطيط لمشروعاته ويستفيد منه. تحية لحضراتكم وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.